السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عم شتوي جديد علينا، احنا النهاردة هنعمل ايه؟ عدس. العدس بقى بيدفي في الوقت ده والجو ده. معانا نص كيلو عدس، المية حطاها على النار اهي زي ما انتم شايفين. هننزل بنص كيلو العدس، انت وراحتك. في ناس بتعمل ربع حسب انت الاكل وولادك، حسب الكمية اللي انت هتعمليها. حطينا العدس، العدس ده شوربة العدس جميلة في الوقت ده وتدفي. ايه معانا؟ بصل مخرطين اهو هنحطه، ومعانا طماطم هنحطها، ومعانا جزر، ومعانا فصين ثوم. هاتي معانا فصين ثوم اهم زي ما انتم شايفين. حطينا الفصين الثوم اهو يا حبايب قلبي، العيش بيحمر. وادي المخلل اللي هناكله مع العدس والطماطم والبصل الاخضر والجرجير. والعدس على النار اهو بيغلي زي ما انتم شايفين حضراتكم. ما تنسوش التعليقات الجميله اللي بتسعدني، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس يوصل لكم كل جديد. واهم شيء الاشتراك في القناه يا حبايب قلبي. اهو يا حبايب قلبي العدس استوى، نحطه في الخلاط، هضربه في الخلاط وبعدين نرجعه تاني في الحله، وبعدين نعمل له بصلايه ونوريه لكم دلوقتي. اهو يا حبايب قلبي حطيناه، هنبتدي نفرم اهو. اهو يا حبايب قلبي بعد ما فرمناه كده وبقى بالقوام ده، عايزين تخفوه شويه خفوه. هنعمل البصله دلوقتي معاك. انا حاطه بصله مع الطماطم والثوم والفلفل، وهو بيستوي بنخرط له بصلايه على وشه. اهو يا حبايب قلبي هنحمر البصله تصفر بس ونطشها على العدس، وتاكلي احلى عدس. بعد ما تصفر هنطشها ونغرف العدس وناكله معاكم دلوقتي. اهو يا حبايب قلبي طشيناه اهي، وخلص العدس معانا اهو بقى جاهز، هنغرفه معاكم بالهنا والشفا. اهو يا حبايب قلبي العدس جاهز اهو بالهنا والشفا، والعيش المحمر اهو. ما تنسوش التعليقات الجميله يوصل لكم كل جديد على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك. ومع السلامه يا حبايب قلبي، وما تنسوش الاشتراك في القناه.